سعر الفراخ البيضة اليوم 6/12/2023. سعر كيلو الفراخ البيضة عامل 71 جنيه، كيلو الفراخ البلدي عامل بلد شمرت عامل 125، كيلو الوراك النص فرخة المخلية من السلسلة يعني مفيهاش جلد ولا عظم زيادة الكيلو عامل 93 جنيه، وراك مخلية من السلسلة. كيلو الوراك النص فرخة الكيلو عامل 74 جنيه، دي وراك النص فرخة اللي هي بيبقى نص الفرخة اللي هو بيبقى من ورا، والنص التاني بيتعمل بنيه وجناحة. كيلو الدبابيس عامل 93 جنيه، دبابيس صافي الكيلو بيجي حوالي 6 أو 7 دبابيس. كيلو الشيش طاووق مصنفر من الدهون يعني معلوش أي نسبة دهون خالص الكيلو عامل 150 جنيه، شيش طاووق مصنفر من الدهون. كيلو شاورمة الشيش عاملة 150 جنيه، كيلو شاورمة الشيش عاملة 150 جنيه. كيلو صدور البانيه، صدور البانيه الكيلو عامل 155، كيلو البانيه عامل 155، بانيه متقطع شرايح. التاني كان صدور. كيلو شاورمة البانيه عاملة 155، شاورمة بدون دهون خالص رايقة خالص. كيلو زنجر او ستريبس البانيه عامل 155، كيلو الاجنحة الصافي اجنحة كوكي اجنحة اللي هي فيها قطعة من الفرخة الكيلو عامل 62 جنيه، جناحات شواية فيها قطعة من الفرخة. كيلو الكبد وقوانص عامل 82 جنيه، كيلو الكبد صافي عامل 90 جنيه، متقطع وجاهز على التسوية كبد صافي. كيلو القوانص برضو متقطع وجاهز على التسوية الكيلو عامل 84 جنيه. كيلو صدق الفراخ عامل، صدق الفراخ الكيلو عامل 130 جنيه، بأمر الله جودة وطعم بإذن الله. كيلو حواوش الفراخ عامل 100 جنيه، كيلو البرجر عامل 110، كيلو برجر الفراخ عامل 110، كيلو كفتة الفراخ عاملة، كيلو كفتة الفراخ عاملة 130 جنيه، كيلو البانيه عامل، كيلو البانيه عامل بانيه جاهز على التسوية عامل 155، كيلو الستريبس عامل، ستريبس البني عامل 155 برضه جاهز على التسوية على طول. كيلو البرجر الكريسبي عامل 120، كيلو البرجر الكريسبي عامل 120، كيلو الدبابيس الكوكي عاملة 105، دبابيس كوكي عاملة 105 جاهزة على التسوية بإذن الله، كله موجود محلات بيت الطيور هتلاقي الأرقام موجودة على الصفحة. كيلو الأجنحة الكوكي عاملة 65 جنيه، أو السبعة أجنحة في طبق زي ما أنت شايف عاملين 30 جنيه. متنساش تشترك معانا يوميا.